حامل؟ حامل يعني ايه؟ ولا انت خدت ان اي حاجه هتقولها لك هتصدقها وخلاص تضحك عليك في اي حاجه وانت هبل وتصدق؟ ما تخلينيش اندم من اللي قلت لك يا غادة. تندم على ايدي واحده جايه من الشارع اقنعتك ان هي ماما. ماما اللي كانت بتلف على الدكاتره عشان تخلف من جوزها وما عرفتش، وفي الاخر كانت بنت بنوت وانت صدقتها. انت عايز تجنني؟ ما يمكن صدقتها بمزاجي. ليه؟ عامله لك عمل ولا ماسكه عليك زله؟ انا عايزه افهم ليه؟ عشان ما اتعودتش اسيب طارق. دي واحده سابتني واتجوزت واحد تاني من غير ما اعرف ليه. انت هتجنني؟ تنتقم منها تقوم تتجوزها؟ وبعدين ما هي طلعت مش منار. انت بتضحك على نفسك ولا عليا ولا على مين بالظبط؟ انا بتكلم معاكي زي ما بتكلم مع نفسي بالظبط. ما بقاش عندي كنترول يا غاده. اللي حصل ان لما منار كلمتني قلت دي فرصه ان انا اوجعها زي ما وجعتني. وبعدين بعد شويه لقيت نفسي بعمل حاجات تانية. حاجات زي ان انت تخلص مني مثلا، مش كده؟ بصراحه اه. ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالك؟ انت ما كنتش كده. في ايه؟ انا مش جايبك عشان اتكلم عني، انا جايبك عشان نشوف حل في البنت دي. حل ايه؟ دي اخرها يدخل لها حد الحجز يضربها علقه موت ينزل اللي في بطنها. ده لو كانت حامل بجد. يعني انت اللي بعت لها اكل مسموم جوه السجن؟ نهار اسود ومنين؟ نهار اسود. هو انت اي مصيبه هتحصل هتلبسها لي؟ انا معرفش، رحت القسم لقيت الدنيا مقلوبه وبيقولوا ان في واحد. يقولوا لي انا ماليش دعوه باللي حصل، وانت عارف ان انا عندي الشجاعه ان انا اقول اني عملت كده. وانا بقول لك اني ما عملتش يا حسام. امال مين؟ معرفش. وبعدين ما تموت ولا تغور في 60 داهيه، مين دي اصلا عشان تهتم بيها؟ عشان دي واحده بتقول انها حامل مني. ما تقولي اللي تقوله. مين دي اصلا؟ مين دي اصلا عشان تبقى حامل منك؟ بقول لك يا حسام، لو مش قادر تخلص منها وقلقان سيبني انا واخلص منها خالص وسيب لي الموضوع ده. اصبري اصبري لحد بكره الصبح. انا هعمل لها تحليل عشان اتاكد. تتاكد من ايه؟ انت عايز تجنني ولا عايز تموتني ولا عايز ايه بالظبط؟ طب بذمتك يا حسام، بذمتك ودينك، دي ينفع تبقى ام ابنك؟ دي ينفع تبقى حامل في ابنك؟ بص يا حسام، انا هقول لك كلمتين خليك بقى فاهمهم كويس قوي. انا الوحيده اللي من حقها تبقى حامل منك وتبقى ام ابنك. انا الوحيده اللي عملت كل حاجه عشانك. انا الوحيده اللي ضحيت بحياتي كلها عشانك. انا الوحيده اللي من حقها تبقى حامل في ابنك. خليك فاهم ده كويس قوي. وفي الاخر انت بتلف تلف وترجع لي، يعني انت مالكش غير. فوق بقى فوق. المهم ابنك يا حسام. هي بقى نصابه حراميه قتلت قتله بنت 60 في 70 مالناش فيه. المهم ابنك. بس طبعا بعد ما نتاكد الاول انها حامل. يعني انت عايز اسمي يفضل مربوط بواحده زي دي العمر كله؟ ومين قال لك كده؟ احنا هناخد منها ابننا وشكرا كده خلاص. وهي هترضى؟ ترضى بقى ولا ما ترضاش مالناش فيه. انت عارف يا حسام هي هتقضي في السجن قد ايه؟ 20 سنه على الاقل. طب ولما ابني يكبر ويسالني عن امه اقول له ايه؟ يسالك ليه؟ ما هي امه هتبقى في البيت. غاده قصدك غاده مش كده؟ غاده بتحبك يا حسام، مستعده تعمل اي حاجه عشان خاطرك حتى ولو على حسابها. يا بابا غاده دي مجنونه ممكن تقتله. ارجوك يا حسام سيب لي موضوع غاده ده خالص لو سمحت. انا هتكلم معاها يا سيدي مره بقى امشي بدماغي مره. انا ما عنديش مانع، لكن لما ده يحصل البلد كلها هتعرف. ولما اروح استلم ابني المستشفى السجن بعد ما يتولد اصلا ممكن ما يدهونيش. ليه بقى؟ اشمعنى؟ عشان انا متجوز منار مش عزه. هيكتبوا ايه في شهاده الميلاد؟ ما هو انت لو كنت سمعت كلامي من الاول. مش وقته اعتاب يا بابا لو سمحت دلوقتي. لو سمحت سيبني افكر في طريقه ازاي اخد بيها ابني من غير ما حد يعرف، من غير هي كمان ما تعرف. ازاي يعني؟ هتخطفه؟ مش احسن ما البلد كلها تعرف ان انا استلمته منها؟ مش انت عايزني اكتب اسم الام في شهاده ميلاد غاده؟ يبقى لازم اخطف الولد ده اول ما يتولد، وممكن كمان قبل ما يتولد. ايه؟ ايه قبل ما يتولد؟ يعني ايه يعني؟ مش فاهم. انت بتفكر في ايه يا حسام؟ مش عارف هفكر في ايه، انا دماغي هتنفجر. طب بس. انا شايف ان اهم حاجه دلوقتي ان احنا نعرف بس ونتاكد اذا كانت حامل ولا لا. في حمل.